Ravi d'être ici à Alger en participant à la réunion de أنا جد مسرور بتواجدي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وهي منظمة تعتبر شريكا جد مهما بالنسبة للأمم المتحدة. نعمل سويا من أجل الأمن والسلام والتنمية، وأنا مسرور بالقيام بذلك هنا بالجزائر. بالرغم من أنني برتغالي، الجزائر لعبت دورا أساسيا في دعم الحركات التحررية في الدول الإفريقية ضد الاستعمار البرتغالي. الجزائر لعبت أيضا دورا مهما في دعم القوى الديمقراطية البرتغالية المعارضة خلال نظام سالازار الديكتاتوري. تواجدي هنا بالنسبة لي هو فرصة للتعبير عن امتناني وتضامني مع الجزائر وشعبها.